في البداية ما يمكن لي إلا أنني نسجل أولا الأسف ديالي الكبير والحسرة على ما وقع في السوق ديال المتلاشيات. فهذا الحريق ألم الجميع بما فيه من المجلس الجماعي، واللي بهذه المناسبة تنبلغ يعني التضامن ديالنا جماعة مجلسا ورئيسا ومكتبا ومستشارين للتشار ديال السوق الذين فعلا وين تكبدوا هذه الخسائر، تكبدوا في الحقيقة خسائر كبيرة جدا. ممكن إلا أننا نتضامن معهم ونواسيهم في هذا المصاب اللي الحق بهم. وبطبيعة الحال في جميع الأحوال لا يحمد على مكروه سواه، تنشكر الله وتنحمده أنه ما كانش خسائر بشرية، وهذا واحد من الأمور اللي الحمد لله تنشكر الله عليها وتنحمده. بالنسبة لي أنا تنقول بأنه هذا السوق ديال المتلاشيات بطبيعة الحال الآن تيتقلب بزاف ديال الحوايج، بأن راه كل شيء تيبغي يلوح المسؤولية على الآخر. أنا ما غنلوح المسؤولية، تنقول أن هذا المصاب اللي وقع اليوم، هذا الحدث اللي وقع اليوم، نعتبره واحد انطلاقة أخرى للتعاون، لأنه الإشكالات ما نبقاوش نرجعوا بزاف للور. هذا المشكل دام لي أكثر من 20 سنة، وهاد الناس من اللي جينا حنا كمز اللي جديد، أنا جلست معهم لما يقارب 10 مرات مع الجمعية من أجل إيجاد واحد الحل لهذاك السوق ديال المتلاشيات. الإشكال اللي كاين باش نكونوا واضحين وصريحين في هادشي، داروا تصاميم الآن والكل يشتغل على هذا الملف، بما أننا كخدامين على سوق الحد راه ما يمكنش نخدموا على سوق الحد في الداخل ديالو ونخرجوا نلقاو هذاك الوجه اللي هو غير مشرف ونخليه على هذيك الحاله. وبالتالي راه العمل اليوم كاين والدار وتستمر، ولكن انا ملي تعيطوا لي هاد الناس مؤخرا تنقول لهم مازال بلاتي صبروا عليا شويه، حيت علاش؟ خص حتى نحلوا الاشكالات كلها اللي كاينه. الاشكال الاول اولا الوضعيه والمكان ديال هاد السوق، هذا هو يتواجد بالقرب وبجوار الاملاك ديال الحوض المائي، والحوض المائي فيه مجموعه من الاشكالات، ان هذا الملك هذا ما يمكنلكش تبني فيه، غير مسموح قانونيا انك تبني بجوار الحوض المائي. ثانيا كاين المشكل ديال لو سول، هذاك السوق لا هو ولا ديال المسيره ولا ديال سيدي يوسف، اللي الاشكال الكبير كان وقع من النهار الاول، لان هاد السوق كاين بجوج او ثلاثه تحطوا تبناوا فوق الردم، يعني باش تعاود هذا راه ما يمكنش. نقولها بكل صدق ان هذيك الاسواق بحد ذاتها الاخرى راه عائله للسقوط وفيها اشكالات كبيره، وهادشي راه تيعرفوه التجار وقلناه ونعاودو ناكدو، ولكن باش نحلوا هذا المشكل راه تيبان ليا وتيبان ربما، وهذا هو التصور اللي خصنا نتفقوا عليه، واش خصنا نهدموا هذوك الاسواق كلها ونعاودو نشوفوا واش كاين الامكانيه ديال البناء وشنو هي المساحه اللي يمكن تبنى، والا غادي نبني وشنو هي التكلفه ديالو، لانه الجماعه ما يمكنلهاش تحمل التبعات ديال هذا الامر كله بوحدها، لا بد اننا نعاود ندخل بباب الاخرين ديال باقي الشركاء ديال الجهات ديال جميع الفرقاء اللي ساهموا معنا في السوق، وهذا هو المطلوب ديالنا اليوم. اما باش نبنيو ولا هذا الشيء طيب اللي راه محسوم، انا بالنسبه لي محسومه المساله، انه راه بقاء هذاك السوق لا هذاك ولا الاخر اللي حداه، ولكن اليوم نهضروا على هذا اللي تحرق. حنا اليوم عندنا واحد التصور، هذا التصور هو انه يتعاودي يتبنى هذا السوق، واش غيتبنى بلوليجي ولا بلودير؟ هذه مساله مازال ما حسبتش بها، لان هذه مساله تقنيه وانا ما يمكنش. ثانيا باش نبني راه كنقولوا بان خصنا لو بون سول، يعني انه الا بغيتي تبني خصك تنزل 7 متر تحت الارض حتى توصل لواحد الارض اللي هي صلبه اللي تقدر تبني عليها، والا راه غادي نحطوا السوق عاوتاني فوق الردم وغدا غادي يعاود يميل ويوقعوا فيه مشاكل اخرى. ثانيا هذا السوق كاين قريب من التيار ديال الكهربائي، اذا مجموعه من الاشكالات، اولا الوضعيه القانونيه ديال العقار، ثانيا الوضعيه ديال الطبيعه ديال الارض اللي غادي تبنى عليها السوق، اذا هناك مجموعه من الاشكالات. ومع ذلك تنقول بانه راه حنا كنقلبوا على الحل وسنصل ان شاء الله، ولكن بتضافر الجهود وبالمقاربه التشاركيه. والبارحه راه مجرد موقع هذا الحدث راه كان كل شيء كان حاضر، بما فيهم السيد الوالي والسيد الرئيس ومجموعه ديال النواب الرئيس والموظفين والاطور والناس التجار اللي تصابوا بهذا المصاب، كل شيء كان حاضر وكل شيء كان واقف يدا في يد. وبهذه المناسبه لابد ان اشكر الوقايه المدنيه على الدور اللي بدلته، لانه بقاو هذوك الناس مرابطين الى ان تم يعني السيطره على هذاك الحريق اللي كان ربما تكون عنده اضرار اخرى وخيمه واكبر واكبر لو انه امتد مثلا الى التيار الكهربائي، او انه امتد الى المحطه اللي هي مجاوره لهذا السوق. المساله ديال اولا هاد الشوائب اللي كاينه ديال الملك العمومي، كما كتشوفوا راه الشرطه الاداريه اليوم خدامه في مجموعه ديال المواقع في المدينه، وبدينا باكبر الشوارع، بدينا بشارع الحسن الثاني، بدينا بالانذارات،
بدينا بالمحاضر اولا مع السلطه المحليه، من بعد دزنا تبليغ الانذارات، من بعد دزنا العمليه اليوم ديال العمليه الميدانيه، انه اللي عنده الرخصه تيبقى بالاصول، اللي ما عنده تنحيدوا ليه هذيك الشوائب اللي محتل الملك العام بدون ترخيص، راه دينا معه. وهذا الشيء راه جاي، راه ما يمكنش هذه الشرطه الاداريه وهذه السلطه انها تبدا في لحظه واحده وان تحرر اكادير كلها من هذا التغول اللي كاين على الملك العمومي. وبالتالي هذه مساله شويه بشويه، راه حنا جايين وبادين شارع بشارع، وغادي نمشيو ان شاء الله باش حتى نوصلوا للمبتغى ديالنا، اللي هو اننا اللي عنده شي بلاصه وعنده قانونيه يبقى فيها، اللي ماشي قانوني يحيد منها، وهذا هو المبتغى ديالنا باش نكونوا واضحين في هذا الشيء. لذلك انا تنقول اليوم هذه القضيه ديال هذا السوق ديال المتلاشيات، القضيه اللي تطرح بان احنا راه كنا اتفقنا معاهم باش انهم خرجناهم من السوق، انا بالنسبه لي ملي جينا في 2015 ما انا اللي لقيت هذاك السوق في هذاك الوضع، وهما تيقولوا 20 سنه، معنا 20 سنه انه راه تنهضروا على ثلاثه ديال المجالس او اكثر. وبالتالي راه ما تيبان لنا اليوم خصنا نكونوا واقعيين، خليونا من داك الشيء اللي داز، نمشيو للقدام، القدام اليوم هو خصنا نلقاو حل لهاد الناس. وانا غير ما مره اقترحت عليهم انهم ما يبقاوش في هذيك البلاصه، يتحولوا لبلاصه اخرى، هما متمسكين بهذاك، وانا كنحترم الرغبه ديالهم والاراده ديالهم. لذلك هذه هي المقاربه التشاركيه، ماشي انا حيت انا تنقول بانه خصهم يمشيو، ولا المجلس تيقول خصهم يمشيو لبلاصه اخرى، خصهم يمشيو، لا، ماشي هذا هو المنطق. المنطق ديال المقاربه التشاركيه هي الحوار، هي الاخذ والعطاء. لذلك المقاربه التشاركيه ماشي نستقبل هاد الناس كل نهار، لا، نستقبلهم ملي يكون شي حاجه جديده غنعطيه. ملي تيعيطوا عليا دابا تنقول لهم مازال ما عنديش الجديد، كيفاش ما عنديش الجديد؟ اولا خصني ندبر على الميزانيه، ثاني خصني ندبر على هاد الاشكالات اللي طرحت ديال الاشكال ديال الصول ديال الارض، الاشكال الطبيعه القانونيه ديال من هذا الارض، ديال من هذا، باش نلقاو الحل. والا راه غادي نطيحوا في نفس المشكل اللي تطيح فيه في الاول، غنعاود نعطيهم شي حاجه مؤقته ونعاودوا نديروا شي حل اللي هو ترقيعي، وحنا ما بغيناش لهذه الحلول الترقيعيه، بغينا الحلول اللي تكون جذريه. ملي تندخلوا لشي ملف خصنا نحلوه من العمق ديالو. وبالتالي الدليل على هذا الشيء انه هذاك السوق ديال كونيفا اللي هو كونيفا، راك جينا لقينا هنا شركه اخرى هي اللي كتدبر، بدينا الاجراءات ديال التحرير ديالو، نقصنا لهذوك الناس المبالغ اللي تينقصوا. حنا دائما في استماع للمواطنين والتجار ديال هذا، واللي انا بغيت من هذا المنبر اننا نوقفوا على اننا نبداو نوزعوا المسؤوليات، كفاه من هذا الشيء، راه ما غيحلش الاشكال، والاتهامات راه ما غيحلش الاشكال، الاشكال هو اللي تيتحل المشاكل تتحل بالحوار وبالمقاربه التشاركيه الحقيقيه، اننا نقربوا وجهه النظر، نقلبوا على حلول اللي هي ترضي الجميع. اما باش انا نجلس في واحد الجهه والاخر يجلس في جهه اخرى، وكل واحد فينا كيشد في الموقع ديالو ما يبغيش يتحرك منه، راه ما حتى مشكل ما غادي نحلوه. انا اليوم الا كنت هذا، راه انا جايين باش نخدموا المواطنين، هاد الناس اللي صوتوا علينا جاوا باش نخدموهم للدور ديالنا، ولكن نخدموهم في اطار ما يسمح به القانون وفي اطار ما هو ممكن. شي حاجه اللي ما نقدروش عليها راه ما نقدروش عليها، باش نكونوا واضحين. ثاني هذا الملف راه فيه مجموعه ديال المتدخلين، راه ماشي ديال الجامعه بوحدها، ومن هذا المنبر تنطلب انه كل شيء يتجند باش نلقاو الحل لهذا الملف في القريب العاجل. وشكرا.